لا بد من العلم والعمل والإخلاص فيهما لله عز وجل، وتحري ما عليها الطراز الأول السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ومن لم يغمط ببدعة وأتباعهم على هداهم إلى يومنا هذا. ومن ذلك أئمة السنة اليوم، علماء السنة المعروفين بأخذ العلم عن أهلهم، تحري السنة ولزوم عقيدة السلف الصالح، تأخذ عنهم العلم، ما تأخذ عن المشبوهين والمغموطين بالنفاق، من يتناقضون ويتلونون، من همهم الملك والسياسة. هؤلاء ما هم أهل علم، هؤلاء تجار علم، تجار دعوة، أصحاب مصالح مناصب، ما يؤخذ عنه العلم. العلم يؤخذ عن من يهديك للآخرة، يدلك على الأرباح في الدار الآخرة، على ما يسعدك في الدنيا ويرفع ذكرك ومنارك. فاجتهد. وصيتي لنفسي ولكم هي الاجتهاد في تحري العلم الشرعي وأخذه بدليل عن أهله، ومعرفة كيفية وحسن تطبيقه، ثم الثبات عليه، سؤال الله عز وجل التثبيت عليه حتى تلقى الله عز وجل به، وأن تأخذ عن أهل المعروفين به، وأن تحذر مجالسة أهل الأهواء والبدع، ولا تخالطهم لا في كتبهم ولا في الاتصال بهم بالإنترنت، ولا تتلقف شبهاتهم، ولا تقول أرد عليهم وأنت صغير جاهل ما تدري، فإنهم يلقنونك الشبهة ثم تدخل في قلبك تثبت، ثم تكون في حيرة من أمرك حتى ترتد عن دينك. أهم شيء العلم، قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضي الله عنهم، ليس خلف فيه. دين النبي محمد الآثار، ونعم المطية الأخبار، ونعم المطية الفتى الآثار، لا ترغبن عن حديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. خذ العلم عن أهله بدليله، وعرف كيفية تطبيقه والعمل به، والزم ذلك، وتضرع إلى الله تعالى في سائر الأوقات أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يثبتك على ما عرفت من الحق، حتى تكون إمام هدى وعلم تقى ومباركا أينما كنت.